بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف السابع، درسنا هو نفس درس الحصة الماضية، وهو عن المفعول به وكيف نعرف ونتعرف على المفعول به، ولكنها جملة واحدة يطلب من الطالب أن يحولها إلى المفرد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث وجمع المذكر وجمع المؤنث السالم. يعني أحتاج من كل طالب أن يحول هذه الجملة ويكتبها في 5 صيغ. أرجو من الجميع أن يتفاعل بشأن هذا النشاط، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منتظرا منكم إجابات دقيقة وصحيحة بأمر الله.